الشرشرة كلهم كيتشافوا كلهم غمسبين والله وبنت فوق عارفه قصيره عقلتي بالك في الظل بتاعنا يقدر يكون كيعرف عليك شي وحده ولا شي وحده صافي لا سوء ما كتريش فيها الثقه لا سوء تي ملي الدراج اللي انا ضربه مع 30 عام راه هو عام واحد ديال الزواج ودغيا من وبالصيف انت مقابله وبقاي مقابله حتى الصيف 36 بغيتش نقول لها بلي راك فايت دوزتي شهر العسل هنا في هاد العماره علاش كل طيب ليه المسيم لا سخان ليلة الصباحية ديالو ليك انا ليك فرنا قالو كان لي سعفون كريب الرح كريب الرح على الان عبلة تكيسي لي علاش الله يخليك انت تكيسي على الولد وسكتينا شوية راه درتيني في راسي كلفتيني تاع الحساب صافا خالتي نعطيك السر ديما كتقمعيني في الموهبة ديالي ميمي وي عرفتي داكشي اللي كانت سالك فاش كيفاش فاش بلاتي بلاتي غنقول لك فاش هاي ميمي 3000 درهم غيطة 300 درهم سعاد 100 درهم دايره كاع الكارني رقية والحشومة راه غير حنا اللي معمرين لك المحل كل ما كناش راك درتي فايت شحال هادي غيطة اش هاد الهضرة على منين جا هاد الرزقة واختي راه صبرت عليكم بزاف اش باقي بغيتو هاودتي اش نقول لك اخالتي انا نصبر لكل شيء الا على الصالون اللي لقيت في الصود غادي سطيني ولا ماشي ليش غادي نزيد تسطى انت مالكي وعلاش بغيتي الصالون كاع ما عندك الدار ومالكي كتوجدي الجواج انا ذكيه ميمي بغيت نشري الصالون هو الاول باش ملي يجي فاتح احلامي يخطبني نلقى فين جالس موطاسيتو ومنين غادي يجيوك الفلوس داكشي علاش اخالتي بغيت نقول لك واحد الفكره نديرو دار 20 ألف ريال الوحدة وشي 500 ريال واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة يا هاد كتجينا تقريبا 126 ألف ريال والصرف اللي بقى نجيب به الصالون في الهوندا أها نديروها علاش لا صافي مشات أنا أختي عندي ما ندير بهاد الصداع الراس خلصوا لي غير الكريدي ديالي وديروا لي اللي عجبكم أنا نتكلف يلا نلقى شي حاجة نشغل بها راسي يلا شكون اللي غتبدا أنا بعدك مازال ما تخلصتش كل واحد اللي كنخدم معاه كيقول لي إيوا من بعد نخلصك شنو هاد الشيء شوف أختي غيتا بعدك السر بدا بيا أنا الأولى راه غيمشي ليا الصالون ايوا جمعوا بعدا الفلوس عاد نبداو بك انت ولا نشوفوا شكون الاول راه مازال ما كاينه لا خدوج لا سعاد شوفي انا متاكده متاكده سي عبد الله سي تان بون سيكليست سي سوفيا سي تان بون كيست ويبدا غيعطيهم الفلوس المهم انايا الاولى تبدلت الحوال اليوم نهز الحمل عليك مر علي ومر علي عليا هالصبي موري طفل عقيم الراجل غادي يطير انتي تبغي زين وحنين لقيتي هالقديم سعدية 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 الله ديسي سوفيا غادي يزيدوني في الخلصة ومن غدا غادي نصبح جالس نهار نجلس ونهار نخدم ايوا مزيانة الحبيبة ديالي مزيانة ملحق شتك عمال قلتي عليا فاش جيتي من الخدمة وصافي دابا عاد جيت بدلت عليا حوايجي وجيت قولي لي شنو دايرة العشاء فين العطش فين العطش بسم الله عليك انا ريتش من العشاء باقي شي حشا دابا انت كاين التليكوموند بغيت تفرج الماتش التليكوموند دابا غادي يبدا الماتش كاين التليكوموند يا بني شحال الماتش هاد الوقت هذا حتى اللي فرقه صقع غتلعب هاد الوقت مع ثلاثة د الليل فطيتي ولا مالك شتي انت السعديه بس كنت نقول لك ديري بحال فريده يا ربي واش انا فيا شي دعوه ولا مسخوطه واش في داري فين ما نتلفت نسمع سميه فريده بغيت تسدى ربي ان شاء الله يقلب ليها الفرادي قولي خويا انت باقي عاقل على هاد فريده اش كدير انا اش كندير
لا تشخري. واخا ولدي انت جالس ولا خدام؟ جالس. فريده جالسه. الله اكبر. قولي لي كتشوفها في البركه ولا في شي قنت اخر؟ نتلاقى بها في قنت واحد اخر. نسيت اختي سعدي جات عندي البنكة وبغات كريدي، قلت لها لا ما كاينش، بقات كتعيط لي ديما في التليفون وكتكتب لي لي ميساج. واش كتقول لك اخويا في هذا الميساج؟ كيدير هذيك مراتك الجديدة اللي ما كتسماش. وكيدير اخويا مراتك الجديدة اللي ما كتسماش؟ الدرجة يا كسوفي انا واخا وليدي والله لا مقازيني والله غدا تنعيط لبا الحاج معزة إلا ما وريتك السعيدية بنت الحاج معزة والحاجة فاطمة اش كتسوى من تسماش، رديت بالهم والهم مرضى بيا. سعدية هو الما تفقا جيب لنا العشاء. كتغوت واخا وليدي بغيتي تعشى؟ جا حبيب ديالي تعشى نوض نوض نعطيك التعشى الكبيدة نوض. جوا واخا تعشى هو الأول عاد تفرج ليا في الماتش مع راسك. ها تعشى تعشى تاكل فيه الجغديد إن شاء الله. والله يا وليدي يا سفيان تتبت تما. أختي غيتا عرفتي كان بات كنحلم بهذاك الصالون خلاص فيه الخداد يدوب الفاس إلا توسخوا القلب يمنهم كامل وصلبل. واحد تيزيد عاد سميه سعيد وصفا خالتي صافي خليني نفرج داري. واش كاين شي فراش قبل الدار؟ وهي البوط قبل الشتا ولا الخاتم قبل الراجل؟ والله العصا قبل الغنم. الا شريتي داك الصالون كاع سيري حطيه عند اسامه في السطح ولا صدقيها الهبيله. ايوا خدو اش غادي ديري معنا دارت؟ الله يحفظني يا اختي. مالي قالوا لك مخصوصه ولا ما عنديش؟ نحمد الله ونشكره خيري بخميري. الله يجعل البركه في لي زافير وفي الشينوا. قلت لك الله يعطيك السر كنت عزيزه عليك ديري معنا دارت والصالون دابا نشوف فين نديرو. راه انا خصني ندور على هادو بعدا وحده وحده يردوا لي الكريدي ديالي. ايوا ما فيها باس الا عاوننا عبله مسكينه تشري هاد الصالون ياك حنا جيران. اخ دابا شكون اللي بدا؟ مازال حتى واحد. انا قلت نبدا بكم نتوما وتبارك الله الحاله ميسوره ورجالكم ما شاء الله. واختي انا ما معوله على حد، انا معوله على راسي الحمد لله. وداك الشيء علاش اختي قداش غادي تدكوا فلوسك ان شاء الله هذا النهار؟ راه برج الحمل ديالك قال لك الا خرجتي فلوس غادي نرجع لك بالدوبل. احفظني يا اختي اش من حمل؟ خالتي قلت لك حمل تحمل حمل ولا اختي قداش؟ لا الحمل هو البيبي ديال بحولي. انا في الخدمه ان شاء الله غادي تشرب حيد الذهب والصحه غتولي فيك 140 كيلو. الله يحفظني. ها بغيتي عبد الله يطلقني؟ ولكن الفلوس ما كيقنع منهم حد. وعلى هذا الكلام الزويل عندك يلا هاجي هاجي نتفلي كاش زيد. واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية سعود عشرة. ها هي عشرة. عارف وانت رقية وانا اختي ما نعطي فلوسي حتى نشوف فلوس الجرس كاملين. غادي يقول لك الفرنسيس لي بون كونت فون لي بون زامي وبالعربية تعرفت حضي راسك من القومة اللي يفوزوا بك. وبش الحتى ما زيت رار العقل خلا أسامة. أنا مزوج حتى ما معطل 11 دقيقة نجيو نهضروا. يا ولي تك ليش معطلتك نشي خدمة اليوم بس كنت سمعي صامي كيفاش اليوم ما كناش الخدمة؟ أنا اليوم شنو اليوم ثلاث واش انت مستولة لا اليوم خدام حافك ما كنتش بيها ثلاثة وانت كنشي خدمة نهار العطلة. اليوم ثلاثة والعطلة كيفاش قلتي لي لا ما كاين الخدمة الله يهديك واش كتحلي ولا شنو؟ ولي اجي لهنا ياك انت قلتي لي ما بقيتيش غتخدم النهار كامل غتولي تخدم نص النهار اه ونص النهار لا. سفيا انت مأكد غادي الخدمة ما غاديش شي قنت اخر؟ انا قلت لك هادشي خليني نمشي انا لا شوفي الناس محتاجة الفلوس واش نسيت واش انا هو لاكاس لا بونك؟ وانا عرفتك اخويا انت هو لاكاس فلوس داك اللي عندك والخارجة من عندك. شوفي الناس كتحط فلوس في لا بونك باش تجي موراها مخدمين حنا كيف يقولوا في الصباح بكري صافي هادشي اللي كيديروا خليني نمشي يلا هاي 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 اش وقع تبارك اخويا وصلاح المعرك شتك درتي من التفركيسه هاد الصباح هادي وريحتك على مزينات. ها سفيان جيني كود سيدي سعاد مولاي سعاد انا ديما كنجيب كود الناس غادي يسمعونا عافاك. يا قول لي هي باقي كتشوفها يا حبيبي ديما كنشوفها واخا باقي كتشوف ديك فريده بغيت ربي يقلب ليها الفريد ان شاء الله الرحمن الرحيم. اسمعي لي لاله سعاد شوفي كان ما كنشوفهاش هي كتجي لابونك وكتمشي منها كتجيب انت هاد الهضره. انت راه عمارة الدار انت مولاة الدار انت الطواجن ديالي انت البنت ديالي كنحمق عليك كنموت عليك انت اللي عندي ورقه ديال الضو. بغيتي وقت الضو هذا اش بغيتي؟ ورقه ديال الضو عطاها لسيدي سفيان يخلصها لك دابا النيت قبل ما يخرج راه حنا صلى النبي علينا خمسه اول الخميس زادونا في الماندا قولها لكاع الجيران. قلت لك قولها كاع الجيران. ما اسمه ما جاتك هاد الهضره
عندك تكوني كي تربي الكارطه ولا شي حاجه يديو لك رزقك. كلشي من عندك. سي سفيان كنتسلو شي عراضه. متنسيناش في العراضه ديال نونه. أنا سيدي شنو دابا هاد الشناشي هادشي غدا هذا شويه ديال الرز شويه ديال الزيتون شويه ديال هادي شويه ديال كتحرق عليا هذا غدا هذا يلا حبيبه راه باقي ما ركاز وباقي البريوات في الفران غير قول بسم الله باش تشبع فين هو الماء فين هو الماء فين هو اتاي فين هو ايوا التكتوكه التكتوكه ديالك فين هي ايوا انت زعما ما تنوضش تعاونها شويه بلاص ما غير تبقى جالس وتنقر اه يا العيالات ما كيمشيو غير تحمر العينين سمعتي لا ماشي هادو ديال اللي كيعيشوا برا اللي كبروا برا هادو ديالنا هنا اللي كبرين هنا انا سيدي هاد هاد اسمع واش نخدم على العصر كل شي حد يتخدم على العصر جبت فقسين ولا شنو هو كنت غير عند رقيه وراك عارف اللي تبع الجارات والله الا مشى خلا عندك الصح كاع اللي تبع العيالات كيمشي خلا واللي تبع الرجال تلات بها الايام ولي صافي صافي واش بغيتي تقتليني مقوسين عليا على دغمه ديال الخبز دغمه ديال الله سبحانه وتعالى رزق اللي متبعين عليها ونمشي في حالك باغيش كنحس فين غادي ميجو ميجو فين غادي فين واش انا مزوج بجوج ولا بوحده انا لا لا انا صافي خليك تمشي يا غيتا ما بقى حتى شي واحد في هاد الدار ياكل على خاطرو سمعتي اش كتقول سمعي الكلام لا سمعي الكلام ميجو اجي تغدا جي ميمي السيفي والله الا بسلتي على مجيد واخفي عليه شويه سمحي لي يا غيتا هو اللي بسل عليك تيا مخليه يتبوكس عليك ويتبورد عليك اشوفي حالتي كي ولات مال حالتي هادي ماشي غيتا اللي كنعرف انا تبقاي توكلي فيه هو حتى نسيتي راسك انا الا ما تغداش ليا ميجو راه ما تدوش ليا صافي ما تدوش ليا في حلقه الماكله مسكينه انا بعداك غنتغدى واش وشاي هادشي اللي كدير معايا راه ما يديروش حتى الكفار مع بعضياتهم والله ما يديروا الكراج اللي انا حطيت فيه دم جوفي باش شريت هاد الماتيريان وهادشي راه شو عليكم جنوب الله خلينا نبقاو حباب هادشي كله اللي كتقول به راه كاين ولكن انت ما كتشوف زعما كاينه باللي رانا اعتقتك من هادوك الشيكات اللي كانوا غيدوك للحبس وي والله يكثر خيرك راه حنا ما نكرناكش اعتقتينا هي ودير زيد دير فينا هاد الحسنه واش بغيتي يخدوش حريمية تولي شاده فيا القشابه مع العيالات ديال الموبل نولي حاشاك ما لقاش باش نعطيه دابا حاشاك تمشي للحمام لا لا حاش انا بعدا كاين ما نقبلش هادشي انت راك خويا وصاحبي واش حنا اليوم عاد تعاشرنا راه حنا دابا نحتاج الفلوس ولا شي حاجه نسلفك اللي بغى السلف يجي عندي البنك ياك حنا جيران في ظرف ساعه ولا ساعتين صيب له الدوسي 48 ساعه يكونوا عنده الفلوس تبارك الله عليك سيدي السعاد تبارك الله عليك دابا عندي واحد السؤال الله يرضي عليك ما حد سيدي عبد الله واقف معنا هنا شي واحد اللي عنده شي شيكات وما بغاش يخلصهم يمشي للحبس يمشي للحبس الا إلا طلب المسامحة من هذاك اللي عطاه الشيكات ولكن لا هذاك تا هو مجلخ وما بغاش يسامحه الحبس انا هذا الدار سعد لما كنت جيت عندك السي بوشعيب على القضيه ديال الورق ديالك عليكم هاي سي سفيان لاباس الحمد لله الله يخليك ما بانش لك اسامه لا ما بانش ليا الله يخليك الا بان لك اسامه قول ليه انا كنقلب عليه اوكي اوكي الله يودي على الراس والعين السلام عليكم الحباب كاع مجموعين هنا في الكراج سيدي سفيان ما جاك جوع ما عندك خدمه ما جاك عطاش ما كي دايره السي بشعيب لاباس عليك الله يطول عمرك كي دايره لاله رقيه سمحوا لي بزاف اي كاب نو هيل فور فيرك تو دون اش قلتي بالهولنديه يلا باي نلقاك ان شاء الله سيدي بشعيب نخليك هاد الساعه انا ما عنديش وقت دابا بغيتي شي حاجه دوز عندي البنك مرحبا بك ايه سلم لي على لاله رقيه شتي ميمي تلفتيني ما بقيتش عارفه فين درت الفلوس انا وسمحي لي يا غيتا انت ملي كتشوفي داك مجيد كتلف بك الدنيا ايوا هذاك مجيد راه راجلي وكنبغيه ايوا بغيه كيف ما بغيتي يا لاله ولكن انت اللي ضيعتي فلوس ماشي انا واش تكوني انت داخله معايا في كل شيء واش انا اللي مجوجه به ولا انت ايوا 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 كملي من راسك سلام قولا من ربي رحم يختي كيما يشوفونا كيما يخليه ونخربهم في طرابهم يا اجي اجي اش كديري يا ربي اش كديري تشبعني خليني نصبر خليني نبخر اختي بقى ماري يا لاله غيتا غدا نفقص غدا نموت غدا نهد الحناك يا اختي ولي سيتي سفيان ولي يهضر ليا بوحدو ما عرفت تضربو بالخطاط ما عرفت حمار الليل اختي ما عرفت عاد سي جدي شي بعدين تابعين وانا بغيت لهم التابعه في صحتهم ان شاء الله كاين شي بوخطاط قد بنادم والله الا ما قلتلكش سعاد اختي
مشاو ليا فلوس دارت. اويلي يا اختي وكدرت توقع لك ما عرفت ميمي فيها قوه الهضره تلفتني على القبله. الله يهديك يا غيتا والله الا نتوما اللي كتشكوا في جنابكم انا ما درت والو. ما لقينا اختي فين نشكوا غير في القطوط. ايوا القطوط حسن من الفراش. قالت تخيتي ليك ايوا ايوا وكملي من راسك. شوف اختي غيتا ما ديراش مني قلت الصواب انا ما نعرف غير فلوسي دايره مع الدهيبه راه الشهر نجي ندي سر ثلاثه ولا غنخليها تخلع عدو. وصافي يا سعاد راه كون درتهم غير في شي قنت ونسيتهم. والله ينعس الشيطان بقى يلاه دخلت انا كون عنقول دوخك البخور. راه بنادم اللي يدوخ. الله يهديك انا ما درت والو صوم بقيتش نيرفيني. واختي تنيرفي الا بغيتي. هادشي اللي فيا انا شكون سبابه ماشي انت؟ لوه لوه الحيالات لوه 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 الشيطان لوه الشيطان تفوسخ اختي حيدو العكس حيدو. مشي اختي نطلع رجالتي حبيبتي خدوش يا ربي تبعد علينا العكس يا ربي يا حبيبي دوم هجوره يا ربي. جاتك 100 درهم اختي. قولي لهم تجي معاك الجمال الجايه صافي؟ ان شاء الله. هاك هي 100 درهم. ما خلف. سلام يا ربي السلامة 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 يا ربي السلامة السلامة. ناري اختي كيما يشوفونا كيما يخليونا ناري 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 شمي شمي البخور عاد شمي. لا لا عاد على العيش عيدي عليا انا انتم خير انا كتحرق لي الفيزيبلات ديال مخي. شتي حبيبي ما تقولش الله هضره البخور خلاوه لينا جدودنا اش راه يحيد التقليق يحيد الوسواس يحيد الشقيق يحيد المغطات انا مسلمين وطالبين. شنو هاد المغطات عاوتاني شي جي جديد. سكتي سكتي يا عامله غنتفقس يا اختي طرطق غدا نتسطح. بغيت نعاود لك شي حاجه ولكن وعدي ما تقول حتى شي واحد عطيني العهد. اللي قلت شي واحد عطاني السم. سيدي سفيان عامله والاختي كيهضر غير بوحدو ولا كيفيق ليا في الليل وكيبقى كيتسارى في الدار يا اختي راه ما عرفتش غادي ندير لي ما عرفت مالو. ويلي المسطيه هذا سميتها واحد الحاله نفساويه سميتها الصنمبيل هذا بغيتي تفيقيه. علاش؟ ويلي باسكو عا فيقتيه غاتمشي يجمع معاك واحد الطرشه تيعوج لك الحنك حيت ما تيكونش في الوعي ديالو. ويلي علاه صمكني واش تصطيتي ولا مالك؟ سيدي سفيان والله ما يقدر يحط عليا ايده. مشيت الصنمبيل اللي قلتي انت والله ما فيه نحلف لك عليها. سيدي سفيان ما يكون غمشير مقيوس ضربها عيشه. شتي عيشه كضرب على الرجاله ما عندها ما دير بالعيالات. وشي ما كاينش فيه شحال هادي ماشي ما كاينش كاين فيه ولكن دابا شتو كثر. دابا وليت تصوري البارح ناض بالليل قالك بغيت تفرج في الماتش قال لي عمر لي براد ديالها عاد حلا فيه القجيم عاد حلا فيه الضحك ما عرفتش انا اختي اش غادي ندير له. عبد الله اقصد رميتي لا تلفت والله الا تلفت. ويلي مسطية عندك ديريها خليه باش كاع داك الزبايل اللي كيقول في النهار جي سرسرهم عليك في الليل بلا ما ديري لي داك الوسائل الخشونيه للاعتراف. والله الا عندك الحق واخا كيقول عليك هبيله راه كيمقضه مع راسات والله ما يسالكش. والله الا ضل البارح كيهضر عب وحده كيقر كلشي قالو. اش قلت لك البارح ملي بدا يستسر عليك؟ دابا هو يا اختي غير جلسنا بحال هكذا وهي وهي ما قالش شي حاجه مهمه قال داكشي اللي مولف كيقولو كاع هو فايق كنحبك كنموت عليك كنتسطع عليك الا خطيتيني انتيا نموت. شتي كان على سيدي سفيان والله الا يمشي شمسي كينا وما غيمضى قال لك هادشي كله. اه وراك شوفي هذيك المشيشه المغامضه راه هي تتقمش حيت تقشع والو. صح اختي سعاد دوي معايا نشري صالوني. كيش من صالون يا ناري على ما فراسك شو؟ اشنو؟ هي ماشي غيتا ودرات لينا فلوس دارت؟ ويلي ايه حني انتي ما انتي بصالون ما نبسرت لاسو كتير ما غدش تصرط ليا. ويلي شوفي من جا خدتي قولي لا عبلا شخفت تشوي عندي يا المسلم. عبلا شمي 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 البخور طلعي طلعي نفس البخور طلع. سلاح براحي سلاح براحي فين احنا؟ فاجيها فاجيها وصافي بوقتيني صافي. مسكين مسكين انا اللي درتها لغاسي بيديا قال لك ما دير خير ما يطرا باس. مالك غيتها ياك لاباس؟ معلوم كاين لاباس الله خدوش انا كنت حاسه غادي توقع شي حاجه هاد النهار قريت قبيله في البرج القوس ديال لا غيتا كتبين ليها احد ما سيقوس عليك او على من حواليك. واش كاين شي حوال قدك؟ ما عندك ما يدير بلا انا عندي ما ندير دابا خصني صالوني انا. واش مخبرك طيروا لها الفلوس؟ فلوس؟ على كاين شي واحد كيخرج الزمه ديال الفلوس معاه في الزنقه. نعم اختي خدوش هادشي اش بغيت نبغي نهضر معاك انت كتعصبيني مخك كله ايميتاسيون. واش انا قلت لك في الزنقه وطيروا لها الفلوس من الدار؟ كنت غير انا وميمي كتشكي فيها شفتها بعينيك هي قالها لك شي حد
ومالك على العياقه؟ غتمشي تخدمي ولا لا؟ ايوا سمعي لا انت ولا هاد الطنح، انا ما نعرفها فلوسك، والله ما نتفاك. عيب عليا. حتى انا ما نعرف فين صالوني، واش انت حمقى بغيتي تحشي بيني مع فتاة احلامي قبل ما نجي كاع. سيري، انا بغيتك تبقاي بحال هكا ان شاء الله. وانت الله يسلط عليك غير هنيه مت عبد الله. جات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شكون هي؟ هذيك اخويا اللي ما كتسماش. بغيت نعرف حاجه واحده، من كيتجيب هاد الهضره؟ منين سهاد؟ من عندك اخويا، كلشي من عندك، انا ما كتجيب حتى حاجه من الزنقه. ما تضربيش، نقول لك. شوفي، جات البنكة طلبات شي كريدي، عاود رجعت. علاش جات لابسه؟ كيبان ليا ما كاين لا ماكله لا والو. انا علمتك ما تكعيش، غادي نمشي عند امي ناكل شي حاجه ونعاود نرجع. اعطيني نص ساعه، ساعه تقريبا. ماشي راجلي حبيبي، ماشي من عندي الحق نسول عليك. امي الحبيبي عندك الحق انا مسعود، سولي وانا نجاوب. حافاك شحال بقات في الكريدي؟ شكون هادي خيتي اللي ما تسماش؟ يحرق بابا هذا النهار، ما تخافيش، انا ما عرفتش شحال باغا ديال الكريدي. ما عقلتش سفير كتكذب عليا، انا دابا غادي نمشي نجمع حوايجي ونمشي لدار بابا عزه هي اللي دادا بيا. ما نقدرش نعيش مع هذا الراجل الغديدي. لا لا ما نغدركش حاجه ولي، لا ما نغدركش. لا لا سيدي مولاي سعاد، ما نغدركش ما نغدركش. قولي وانا نجاوب عافاك. انت المومو ديال عينيا باش كنشوف. كذب عليا، انا المومو ديال عينيك وهي المخ. نهار ما طردتك كتهضر عليها. مسكينه بغات الكريدي، مسكينه ما عدتهاش، تلات بها الوقت. خصني نسهل لها الكريدي، خصني نسهل لها المعموريه. وزيدو زيدو زيد علم الله اش كدير من مورايا وانا ما سايقه اخبار. غادي نهنيك لالا سعاد، غادي نهنيك منها. من اليوم غادي تجي غادي ندور فيها واحد الدوره شيطانيه، غادي نخرج فيها عينيك. قولها خرجي بحالاتك، صافي طلقتك ما نبقاش نعرفك. غادي تضرب على ديك البنك اللي كاين في هذيك الشارع، تضرب على الزنقه وتخوي المدينه. كي جيت هي كتعترف باللي كنتي كتشوف. لا لا الله محمد رسول الله، كلشي شاهد جيران سمعونا. صافي كنعترف، كنعترف لك بكلشي. صافي كنعترف، درت شي حوايج وانا باقي عندي 16 عام. انا صافي انا غادي نجمع حوايجي دابا ونمشي عند دار بابا عزه ولا قد بيا عندك تبيعني. بابو عزة حافك يهديك الله على لالا سعاد، غادي نشري لك مضمة ديال الذهب. وزيد دابا نطيب ويجين نجبد بيت الحيمة اللي جات لك يعجبوك من الثلاجة ونسيبو الخرشف بالزيتون. لا بغيت الله يحفظك. لا ما عاد مني ما غتصالحش معاك. شحال زوينة وانت مقلقة. ولا عافاك على لالا سعاد. ولا ما عاد مني عطيني التيسع. انا دابا غادي نجمع حوايجي نمشي ندور بابو عزة بوحدو كيكتب بيا. ما تهضرش معايا، هضر معاه هو اللي بدي تيهضر. لا 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 بابو عزة عافاك. غيتار لا لا وحقي لا تقولوا ما شربت شي معاكم. ها الالف درهم خالتي اخلي دوك فلوس، ما بخبارك والو. انت اشنو تبع الصالون ولا والفلوس اللي مشاو بح؟ واش ندير لله انا بعدا اللي بقاو ليا فلوسي؟ قول لي بعدا شكون اللي داهم؟ وما نعرفت انا في الدار كاينه غير انا وسيدي مجيد وميمي. ميمي ويلي ميمي ديالنا. ايوا راه ميمي تبدلات ولات كتغير مني حيت انا مجوجه بسيدي مجيد. لا 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 هادشي محال، هادشي ما يمكنش. وشنو كنكذب عليكم؟ والله اعلم. ضرب زلزال عنيف. كثر علينا من الاخبار الزلازل. اهرب بحلا. بحلا الحبيبه ديالي باقا مقلقه عليا. بعيد مني ما تهضرش معايا الهضره دابا مع بابو عزه. وصافي بركه نضحكي شويه عافاك. حق بغيتي تشوفي شنو جبت لك؟ شنو؟ نقرب باش تشوفيهم مزيان. هاك الحبيبه ديالي. يا ويلي تاش هاد الشيء؟ شنو هو؟ تضحك عليا واش انا عندي عامين ولا؟ فاش هاد الشيء صغير راهو؟ انا شي داير شي هادشي انا؟ لالا سعاد، سيدي سعاد هذاك راه ديامون، راه غلا من المضمه. ولا خويا بعدا الا تلفات لك الجريه جيب لي عن الموديل الاخر ديال بارابول، انت جايب لي حبات ديال العدس كاع ما كيبانو. شوف شوف راه غادي بغيتي نتلوم لك تمشي نخرجوا انا وياك نتساراو نشري لك واحد اخرين. وجبت لك حاجه واحده اخرى انت غادي تعجبك. انت يا لالا مولاتي تبدل الحرير واللون كيجي لك مع وجهك، ديري لنا شي قفيطين من داك الشيء. انت ونمشيو انا وياك العرس ديال خديجه بنت الحاج محمد.
دي موضي كون عشتي مهند. شكون هو هذا مهند؟ ما تقاومت. مهند راه نوع ديال الثوب جديد وليد شاب حدا في الدريات. ويلي. وزيد نسقتي بغات تصالح فابور ولا مالك؟ لا لا صافي وجبت هذا حتى تكوني بوحدك وفيه القليبات. عند حبيبتي. شكرا. عندك الباكي. انا راني وجدت لك شي حاجه زوينه. انا غير يعجبك الحال. كتكال. كتكال. بسطيلات الحوت. كنحماك عليك مراتي. انت غادي تشوف. راه كنحماك عليك عرفتك غادي تشكل بك بيض. مهلا. وش براتاتي من بعد؟ اه. صحه. سلاطة منوعة. قلتي انا سلاط بحال البارح. واش بغيتيني نطيب وانا معصبة؟ لا لا. ما كايناش شكرا في بلادكم؟ شكرا. صحة وراحة. انا داخلة البيت نشوف هادشي اللي جبتي ليا. والطوانيك تنبدلوهم. شفتي ميمي؟ انت السبب في هذا الشيء راه خصك تخلصي معايا الخطيه. سمحي لي انت اللي ضيعتي فلوس وانت اللي دابا خصك ترجعيهم ودابا تا ابلا خصك ترجعي ليها فلوسها. بقيت تفكر علي انا انت راجلي بي ديبريشن حاد كاع والعجين هذا والله الا العجب في غير يكونوا مشاو هاد الفلوس. ايوا بحال بالك واش شريت شي كادو لسيدها مجيد. ايوا ما دير خير ما يطرابس. المهم انا مشى ليا الصالون. طبطي بركه من الهتورتاتي ديالك واش كاين شي صالون قبل الدار؟ مالي انا مالي مالي ما عندي صالون مالي ما كاينش فتح احلامي ما كاينش الدار وانت الصالون في جوج خديديات شواغه مسكين انت ولا مالي انا صقعه. راه انا اللي صقعه اللي متبعاك جدا انا لدارت ولا رجعت ولا اغيتها لعلو الشيطان دابا وخصنا نفكروا مزيان فين غادي يكونوا مشاو هاد الفلوس. باري بابا 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 باري بابا باري بابا 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 انا ناشطة حبيبة ناشطة. ميرسي ميرسي بزاف 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 حبيبة اللي علمتك الفلوس اللي لقيت في الجيب ديالي مشيت وانا نعطيهم للطاشرون وتو مسكين وفرح وانا ارتحيت ارتحيت حبيبة. ما شكرا بيتي تا فري بيبا باش كاع الزبايل اللي كندير في النهار جي سرسر عليهم في الليل سرسرهم عليك تيا عرفتي علاه باش تكون مسخف في الليل اخر وقتها جات عندي البركه بغيت نسهل لها المأمورية مسكينة ما عندهاش ما فحالهاش سي موا تليفون ام 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 هذا شو واحد من هنا صانع لك التليفون هذه فريدة فريدة